This isn't just... مساء الخير، يسعد اوقات الجميع بكل خير. Special new episode راح فيكم، new episode of my show live with Emil every Saturday. And today's episode is gonna be dedicated to the superstar singer اللي كلنا بنعرفه واسم كبير بالفن وبالساحة الفنية وبالعالم، سوبر ستار راغب علامة. اليوم الحلقة رح تكون عم بحكي عنه، رح كون ورح نحكي عن أعماله اللي عملها ومسيرته بالفن. أول شي بحب رحب فيكم جميعا وتانك يو للحضور، وإن شاء الله الكل بيكون بخير. أوكي، راغب علامة متكون من اخوة عائلة. ابوه كان يعزف على العود، اخوه كان يعزف على الجيتار، بيعزف على الجيتار، واخوه هو يعني قائد اعماله. اخوه عنده اخ اسمه خضر، وعنده ثلاث اخوة بنات، صبيحة، لينا، وريما، وعنده ولدين خالد ولؤي، الله يحميله ياهن. بيقولوا عنده بنت من زواجه الاولاني، هالشي مانو متأكد، بس عنده ولدين خالد ولؤي، صبيين الله يخلي له ياهن. هلا مسيرته بالفن طويلة كتير، بالأحرى تخرج من استوديو الفن بعام 1980، وأنتج أول ألبوم بعام 1983 بعنوان بكرة بيبرم دولابك. هلا اتضمن هالألبوم أغاني عديدة وأغاني كتير حلوة، ومسيرته يعني طويلة كتير، ما حقدر غطي أنا كل الأغاني تبعته، الأغاني اللي بعرفه والأغاني اللي يعني جبتها، وهي سيكرت ما راح لكم كيف جبتها، my own secret. بس عنده أغاني كتير حلوة، ما راح أقدر ألعب أغاني لإله، راح ألعب أغنيتي المفضلة بالأخير، وراح تسمعوها منه لايف، لأنه ما فيني حط الأصليات لأنه بيخافوا هون على الفيسبوك من الكوبي رايت. ف بآخر الفيديو، بآخر الحلقة بنسمع الأغاني، الأغنية اللي بدي حطها. هلأ عندي قدامي أنتج بالألف وتسعمية وستة وثمانين أغنية يا ريت، ألبوم يا ريت، تضمن أغاني مثل يا ريت في يخبيها، وهالأغاني الحلوة هاي. بعام 1987 أنتج ألبوم الهدية، تضمن أغاني كتير عديدة، وبال 1983 من الأغاني اللي ضربت كمان أغنية مبروك، وأغاني كثير عديدة. هلا إذا بدنا نجي على التسعينات، بال93 أنتج أغنية مغرم يا ليل،
أنتج أغنية آسف حبيبتي مغرم يا ليل من ألحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي. وأنا ماني هلا عم أعدلكم الأغاني بالتسلسل، يعني من أول ما أدون هيك حسب ما بعرفون وحسب ما جبتون. بالتسعين 1990 أنتج أغنية لحديث هلأ ضاربي، وبالأحرى بأحدى من حفلاته قبل ما يغني هالأغنية هي قال ما في عرس ما في عماد ما في مناسبة ما بيلعبوا هالأغنية، هي قلبي عشقها والعيون ضربت ولحديث هلأ بغنيها بحفلاته. يعني أنا برأيي الخاص في أغنيتين إذا ما غناهن بحفلاته في شي غلط، هنون يا ريت في يخبيها وقلبي عشقها. هدول اتنين إذا ما غناهم بحفلاته في شي غلط بالموضوع، يعني مستحيل تمرق حفلة لراغب علامة وقلبي عشقها ويا ريت في يخبيها ما يغنيهم، مستحيل مستحيل. بس أنا يعني هل انا كتير بحب اغانيه وكتير فان له، that's why عامل هالحلقة خصوصي مشانه talk about him a little bit. آلات موسيقية بيعزف، آلات موسيقية بيعزف على العود بيعزف على الأورج، وأخو خضر بيعزف على الجيتار، وأخوه خضر هو يعني قائد عمله، هي does everything for him. كآخر حفلات لإله، آخر حفلات لإله بتعرفوا ما حدا عمل حفلات بسبب الكورونا لمدة شي سنة ونص، الله يفرج على خير يا رب. آخر حفلاته كانت بالقاهرة بمصر، عاصمة مصر، وهلأ جولاي 15 و16 عنده حفلة بدار الأوبرا بدبي، الله يوفقه. وأنا بعرف راح تكون سهرة غير شكل مثل ما عودنا ومثل ما تعودنا نحن. وبمي عمل حفلة بالدومينيكان ريبوبليك، كروز كان على كروز مع عدة فنانين، تحية لكل الفنانين، مع عدة فنانين وعمل وصلة حلوة كتير. وبلش بأغنية يا غايب تعالى، أغنية هيدي الأغنية نزلها بال2002 مع أغنية طبلة وعدة أغاني تانية. ما رح سمي كل الأغاني، عم سمي اللي بعرفون وعم سمي اللي قريبين لقلبي. فراغب وهلا اخر اعماله عمل اغنية اسمها والله نسيت اسمها، بس اخر عمله عمل ريميكس لتالت مرة على اغنية اللي بانا، والدي جي اللي عمل له الريميكس اسمه دي جي راندل، دي جي مغربي، اغنية كتير حلوة، ميكس كتير حلو. وعم بيقول هلا حسب ما انا عم شوف على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل تبع راغب، في اغاني كتير عم تتحضر عم بيحضرها، بس بسبب الظروف والكورونا ما نو عم يقدر يسجل بشكل مستمر. ان شاء الله تفرج رجع خير يا رب، ان شاء الله تفرج يا رب وتكون يعني ونرجع لحياتنا الطبيعية. بس بدنا نسمع كام اغنية لإله، أغنية لإله وأغاني أنا بحبها. هاتوا لنسمع أغنية لإله، أغنية لإله، هاتوا لنسمع أغنية لإله.
هلا بالألفين بالألفين وأربعة سوري عم نط بالسنين، بس عم يعني عم غطي أغاني لإله. بالألفين وأربعة عمل أغنية وخصصها لأولاده اسمها اشتقتلك أنا. خلينا نشوف إذا فينا نلاقيها، فينا نلاقيها، فينا نلاقيها. بتكون حلوة. بتعرفوا شو؟ خلينا نتسمع على أغنية لإلو، أغنية لإلو، أغنية حلوة لإلو. هاي يا ريت، يا ريت فيي خبير، يا ريت فيي خبير، وما خلي حدا يعادي. هاي أغنيتي المفضلة له. وما خلي حدا يحاكي، بسيها دموع عيني، وقدم لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيه. يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعسم بحبها، يا قلبي روح. يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعسم بحبها. الله
شايفين هالأغنية؟ هالأغنية نزلها 1986، يعني واو 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 عن جد واو. ونحن هلا بال 2021 ولسه بيغنيها، واو 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 عن جد واو عن جد واو. هي also عمل سجل أغاني لغيره بصوته. واحدة من الأغاني اللي سجل اللي عندي هلا بدنا نسمع عليها ليلة لو باقي ليلة، الفنان الكبير عبد الرب إدريس سجل بصوته وطلعت كتير 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 حلوة معه. وآخر آخر أعماله كانت أغنية صدفي بال 2019. ما نزل سينجل لا السنة الماضية ولا السنة لسه، ولأن من الأوضاع وهيك، بس كتير بتشوق اسمع له واسمع أغانيه. He's one of my favorites actually، وحلمي اتعرف عليه عن جد. تعالوا خلونا نتسمع على هالأغنية اللي عملها. كنا في جلسة هون بالمملكة، وكنت مع صديق عزيز جدا على قلبي وعلى قلوبكم أيضا، فنان كبير، دكتور عبد الرب إدريس. في هالجلسة بنعرف أغنية ليلة لو باقي ليلة، قعدنا نغنيها كل الليل أصحاب، وبحب هالأغنية من قلبي، وبحب اليوم إني وجه له تحية، وجه لكم إلكم تحية، إني غني ليلة لو باقي ليلة. ليلة لو باقي ليلة، طبعا هي من كلمات سمو الأمير عبد البدر بدر عبد المحسن، سمو الأمير بدر بن عبد المحسن.
أسهر في ليلة عمر الله الله عليك الله عليك راغب. على فكرة بس نهفة بسيطة، أنا وياه عنا نفس البرج الجوزاء. أنا عيد ميلادي May 27 هو June 7 خلان June 7 1962 7 حزيران 1962 عمره 59 سنة 59 years old العمر كله يا رب وتضل هيك مشعشع عالدنيا كلها. أنا حافظ له ثلاث أرباع أغاني القديمين أكثر من الجد.
وتعوا لنختم هالحلقة بأغنية حلوة كتير 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 لإلو. تعوا لنختم وآخر ألبوم بدي أحكي عنه بحلقة اليوم هو أنتجه بال2001 ألبوم سهروني الليل، حمل اسم سهروني الليل، الأغنية سهروني الليل عيونك، من ألحان طوني أبي كرم. وبهالألبوم كان في أغنية حبيب قلبي يا غالي كمان من ألحان طوني أبي كرم، أغنية جني جني عيوني كمان من ألحان طوني أبي كرم، وعدد من الأغاني الحلوة بهالألبوم. وهالألبوم يعني 3/4 من ألحان الملحن الكبير طوني أبي كرم، وأغاني كتير حلوة. بس تعالوا نختم هالحلقة بأغنية مغرم يا ليل، أنتج بعام 1993 مع أغنية آسف حبيبتي. ومغرم يا ليل من ألحان ملحن الكبير صلاح الشرنوبي. يلا نسمع. طبعا طلبات كثيرة على مغرم يا ليل بسهر الليل. مغرم يا ليل مغرم يا ليل بسهر الليل وانا 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 عدتها أنا عدتها أنا Yeah.
الله يحميك الله يحميك الله يحميك الله يحميك على الصوت، وبتأمل اني اشوفك عن قريب عن قريب، واكسكلوسيف اكسكلوسيف بس يجي على نيجيرسي ترقبوا انترفيو بيني وبينه وش لوش. I'm gonna interview him وش لوش، وشوفوا وان شاء الله بشوفوا بقرب فرصة. تراقبوا stay tuned. وشغلة تانية بدي نوه عليها، هاي اخر سبت هالبرنامج بده ينعرض، راح غير الوقت واليوم. اليوم بده يكون يوم الخميس الساعة واحدة، يوم الخميس الساعة واحدة، لأن أغلبية الفنانين مشغولين يوم السبت بالحفلات وهيك. الله يوفقهم جميعا، بس البرنامج تبعي راح يكون، راح غيره كل يوم خميس الساعة واحدة، بدال نفس الساعة نفس the same time، بس بدال السبت راح يكون يوم خميس. وان شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقة عن السوبر ستار الكبير راغب علامة، وان شاء الله تكونوا حبيتوا واستمتعتوا، وترقبوا حلقات قادمة مع محبتي وبوسات لكم. وثانك يو على كل الحضور، ثانك يو، ونراكم الخميس الساعة واحدة. و stay safe everybody. مع السلامة.